مشاهدينا في هذه النشرة الثقافية ونبدأها بأبرز العناوين. موسيقى الراب الهيب هوب أصوات شبابية تصدح ضد الانحراف وداء المخدرات. اللغات الوطنية رسائل تواصل اجتماعي مشترك لترسيخ المحبة والإخاء باختلاف ألسنتكم وألوانكم. الأدب والصحافة في موريتانيا، كيف يكسب الأدباء في بلاط صاحبة الجلالة. أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل. تشهد موسيقى الراب أو الهيب هوب إقبالا متزايدا في الأوساط الشبابية الموريتانية لما تتميز به من سرعة الأداء وقوة الإيقاع وحماس النبرة الموسيقية التي تأتي منسجمة مع كلمات معبرة عن هموم الشباب اليوم. وقد أصبح لهذه الموسيقى الشبابية الموريتانية الجديدة دور هام في توجيه الشباب وتوعيته ضد مختلف مظاهر الانحراف الاجتماعي مثل المخدرات وغيرها من الآفات الضارة على الفرد والمجتمع. احنا الاتحاد ولانا قابلين الفساد، الوحدة الوطنية ورثناها من الاجداد ولا هي تبقى الاولاد، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. موسيقى الراب هي من أكثر أنماط الموسيقى شيوعا ورواجا في الأوساط الشبابية، حيث تشهد الحفلات والأمسيات الثقافية التي يشارك فيها الشباب إطلاق أغاني تلامس حياة الشباب وواقعهم، متناولة عدة جوانب من أبرزها الجانب التوعوي. قلب المسلم ما يتحمل يقتل بالفوز، خوفت لمواس عز السجن بين الناموس. مزاوجة هذا النمط الموسيقي مع بعض الأنماط التقليدية هي محاولة لإضفاء الطابع المحلي على موسيقى الراب العالمية. النبي سيد البشر عليه السلام خير خلق الرحمن، جانب بالقرآن وخزى عنا الشيطان، ما كيف البشر من الأخطاء وطهر، قاتله للشر لين الدين انتصر. سكيل الباطل زهق جانب الحق، رسالة بلق ياك اليوم تطبق، من بركة الدين انتشر. موسيقى الراب هي من أكثر أنماط الموسيقى قرب من الشباب الذي يحاول أن يعبر عن واقعه وأحلامه بأسلوب يتماشى مع العصر وما هو سائد على المستقبل المستوى العالمي. عليه الصلاة والسلام. تعبر اللغات الوطنية في بلادنا عن تنوع ثقافي واسع يعكس جمالية التعددية العرقية في المجتمع الموريتاني، وما تعكسه هذه اللغات السلوكية والولفية والبولارية والعربية من منظومة مشتركة لها أبعادها العميقة في تقوية نسيج الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في فضاء الوطن الواحد. يتميز المجتمع الموريتاني بلغاته الوطنية المختلفة السنوكية والبولارية والولوفية إلى جانب الحسنية التي تشكل فيما بينها مزيجا مشتركا لرسائل التواصل الاجتماعي الحية عبر القلوب، أولا في مجتمع واحد جعل الله من اختلاف ألسنته وألوانه عاملا قويا للوحدة والانسجام والإخاء وأشكال التنوع الثقافي الجميل. أمي مغو
زواج المصلحه طبعا واحد تتزوج الا من اجل المصلحه من اجل الماده. الوقت اللي قضاتك المصلحه والله ما قدرت تنقضي. هي ما هذا اعتقدات هي تدخل فما داير الشيء وتقبل ذاك اللي الدور وتحاول باي حيله من الاحوال ان تطلق وتجبر من اللي خارجين وحدات مثلا الدور لا واحد تعود عالمه على انه لاباس به حالته الماديه ما شاء الله لاباس به. تعدى الحيله من حيل اللي تتزوج معه. قالت واحده مجرد تتزوج معه محلل قاع مثلا مجرد تتزوج معه وتجبر منه ذاك اللي كانت جابره وتوخذ اللي عنده هدف معين هو اللي الدور هو ذيك الماده. لي جين كوبل ما عندهم ماتوريتي لهم كيف خير شيء عربي ما هم واعيين ما هم واعيين ما فات عندهم. وشفت ذيك الساعه الناس الكبار هم اللي كانوا عاكنين على العرس على العرس خيمه وذا كامل منين يخلق ضيقه موين لجين كوب ناس كبار هم اللي يوجهوا يا غير ناس كاع راك كل ما كاع فاسخ سي ريسبونسابيلتي ما تنكش فوالا سي سا لقد تداخلت في النسيج الثقافي والاجتماعي لهذه اللغات الوطنية الكثير من القيم الإنسانية المشتركة وأنماط التعبير والتعايش السلمي في فضاء هذا الوطن أمة بعضها من بعض يجمعها دين واحد ومذهب واحد وشعور جمعي واحد كذلك بأهمية الأخوة والتعاون والتبادل عبر هذه اللغات في أشكال العادات والتقاليد والأزياء ومنظومة أخرى متكاملة من الفنون الشعبية المادية واللامادية إنها لوحة موريتانية رائعة تؤكد ثراء هذا المجتمع وحوار الثقافات المتعددة فيه من خلال هذه اللغات التي شكلت فيما بينها جسور مودة وإخاء باختلاف الشرائح والأعراق لكنها أولا وأخيرا تنطق بلسان واحد هو موريتانيا لنا جميعا. في طليعة اهتمامات الصحافة الموريتانية منذ نشأتها حتى اليوم ظل الخطاب الأدبي والثقافي فيها حاضرا بقوة تغذيه مجالات الإبداع المختلفة في الحياة الأدبية من شعر وقصة ورواية ومسرح وفنون تشكيلية ونقد سبيلا إلى رسم خارطة واسعة لتلك العلاقة القوية التي ربطت بين الأدب والسلطة الرابعة في موريتانيا. ساهمت الصحافة الموريتانية وخاصة المكتوبة منذ نشأتها حتى اليوم في تشجيع الحركة الأدبية والثقافية في البلاد فكانت نواة أساسية للتنوير والتفكير في مختلف قضايا الأدب والثقافة والفكر سواء في تلك الزوايا والأعمدة والمقالات التي ميزت صفحات العديد من الجرائد اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية التي جعلت من المادة الأدبية لها مجالا خصبا للنقاش والحوار وحتى السجال العميق في أسئلة وإشكاليات ملات الساحة الثقافية وشغلت الناس. لقد أعطت الكتابة الأدبية للصحافة الموريتانية مستوى آخر من جمالية الخطاب وتنوع الطرح فساهمت بذلك في تطوير الإبداع الفكري والفني وكانت عاملا رئيسيا في ظهور أقلام متميزة في حقول الأدب المختلفة شعرا وقصة وممارسة نقدية وسعت من اهتمامات الصحافة الموريتانية بل وأوجدت أحيانا صحافة أدبية وثقافية متخصصة لها روادها وجمهورها المتعطش إليها في كل حين. ولتسليط الضوء أكثر مشاهدينا على هذا الموضوع نستضيف لكم معنا في الاستديو الأديب والكاتب الصحفي الولي والسيدي هيبة. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. بداية الأدب والصحافة أيهما خرج من عباءة الآخر وكيف تجدون طبيعة العلاقة بينهما؟ وكأنك تسأليني عن البيضة والديكة أيهما الأول. في الحقيقة أن الخيط الرفيع الفاصلة بين الأدب والصحافة هو خيط وهم يسهل على الكاتب أن يعبره إلى الصحافة والصحفي أن يعبره إلى الكتابة الأدبية ذلك بأن الوعاء المشترك بينهما هو اللغة واللغة حينما يتم تطويعها تحمل الخبر والتحليل من الناحية الصحفية وتحمل الهم
الأدبية من الناحية الأدبية. وكثيرا ما نجد أن الصحفيين يتحولون بإرادتهم إلى كتاب في مجال الأدب والعكس صحيح. في فرنسا أعظم الصحفيين هم في الأصل كتاب أدباء، والعكس صحيح، صحفيين يتحولون إلى أدباء. كما قلت لك يجمع بينهما هذا الوعاء الذي هو وعاء اللغة. وظيفة الكاتب الصحفي هل تختلف عن وظيفة الأديب؟ وكيف يمكن في تصوركم تطبيع العلاقة بين الصحافة وكممارسة مهنية والأدب كممارسة إبداعية؟ منذ قديم الزمن والاختلاط بين الخبر والأدب في غايته الأدبية معلوم، ذلك بأننا إن جئنا إلى تاريخ العرب مثلا فالشعراء كانوا هم حملة الخبر، يحملون الخبر من منطقة إلى أخرى، أخبار الحروب، أخبار السلم، أخبار الاتفاقات، ما إلى ذلك، يحملونها في قالب شعري. هذا في الماضي. الآن يحمل الشاعر أحيانا همه في أدب جديد هو شعر حر متملص من القافية، متملص من كل الاشتراطات التي كانت تجزم على الشعر، حتى أصبح هذا الشعر يصل في قالب هو أقرب إلى النثر، وبذلك وقع التشابه بين ما هو صحفي وما هو أدبي. وكما قلت لك الخط بينهما رفيع لكنه دقيق، يمكن عبوره من مكان إلى آخر ومن ضفة إلى أخرى. عفوا، منذ نشأة الصحافة الموريتانية المكتوبة كيف كان حضور الخطاب الأدبي فيها معبرا عن هموم وانشغالات النخبة الأدبية والثقافية الوطنية؟ شيء مهم، ذلك بأن كبار الصحفيين الموريتانيين الذين ولجوا هذه المهنة كانوا قبل ذلك أدباء، كانوا شعراء، كانوا كتاب، ثم تحولوا إلى الصحافة وحملوا معهم القلم والكتابة، فالهم الذي كانوا يحملونه في الأدب أصبحوا يحملونه بالكتابة الصحفية. إذن لا يمكن أن نفصل الأدب في موريتانيا عن الصحافة، حيث أنهما ظلا قريبين إلى بعضهما، كل منهما يحمل هم الآخر. طيب، يرى البعض أن الصحافة الموريتانية بمستوى الأقلام الرفيعة تراجعت واختفت نهائيا أمام طفرة المواقع الإلكترونية والإعلام الجديد الذي يطغى على الإعلام المكتوب التقليدي، ما رأيكم؟ لا أعتقد أن الأدب يختفي بهذه السهولة، قد تكون كثرة المواقع التي تحمل الهم غير الأدبية هي التي تصور أو تشكك في أن الأدب يختفي، لكن إن بحثنا عن الأدب فإذا به موجود، لأنه غذاء روحي بالنسبة للموريتانيين، مائدة لا يروى فيها الشعر، لا يتم الحديث فيها عن الأدب، هي مائدة لا طعم لها. ولذلك الأدب في موريتانيا باق مهما كثرت المواقع ومهما كثرت الصحف سيظل أحد أعمدتها وأغذيتها الأساسية. الأستاذ الولي، أنتم ككاتب صحفي وأديب معروف لديكم عدد من الأعمال الأدبية، ما هي أهم مؤلفاتكم ومساهماتكم في حقل الأدب والصحافة أيضا؟ نتكلم عن الصحافة. لي مؤلف تحت عنوان الحصاد، وهو مجموعة من التحليلات السياسية والمقالات التي تهتم بكل ما يهم هذا البلد، ويقع في قرابة 200 تزيد من صفحات، وكتاب انتشر وقرئ على نطاق واسع. لي بالفرنسية كذلك كتاب بنفس العنوان لكنه بالفرنسية لا موصل، وهو أيضا حصيلة مجموعة من المقالات والتحاليل كتبتها باللغة الفرنسية على مدى 30 سنة، وهي أيضا اهتمت بكل شؤون هذا البلد وقضاياه الكبرى. وأنا الآن عاكب أيضا على إصدار كتاب به تقريبا 1200 مقال باللغة العربية، وآخر به 800 مقال باللغة الفرنسية. عن الكتابة الأدبية، لي ديوان وشعر سيصدر قريبا، لي مجموعة قصص هي أمامك، بوح النخيل ورحيق الجهور، لي قصص قصة أم الأولاد وهي رواية، تتبعها رواية أخرى هي قيد الطبع تحت عنوان نبع الضباء، هي ثلاثية أكتبها تتحدث عن تاريخ موريتانيا ما قبل التاريخ إلى غاية يومنا، وتتخللها كل الأحداث التي طرأت في هذه البلاد وشكلت
وسيفساء تاريخها. في رأيكم كيف يمكن أن تساهم الصحافة اليوم في تحقيق نهضة أدبية وثقافية حقيقية في بلادنا، وعلى أي أسس في ظل عدم وجود من يكتبون وهم يسمون أنفسهم صحفيين؟ هذا إشكال مطروح، لكنه لا يغطي حقيقة أن في البلاد مواهب، أن في البلاد أقلام، أن في البلاد استعدادات حقيقية لإنتاج أدبي رفيع. ربما ظروف التي متعلقة بالمطابع، متعلقة بالنشر، متعلقة بالتوزيع، هي التي تمنع ظهور هذا الكم من هؤلاء الكتاب. الأكثر جرأة على الكتابة وقد يكونون الأقل مقدرة على إخراج مادة دسمة تغذي الحقل الأدبية والحقل الصحفية، هؤلاء هم الذين طفوا على السطح، لكنهم لم يستطعوا أن يحجبوا تلك الأقلام التي تظهر من حين لآخر وهي جديرة وقادرة على أن تدفع الأدب وتدفع حقل الصحافة إلى الأمام. لذلك أنا لست من الذين يقلقون على الصحافة في هذه البلاد، حيث هنالك صحفيون متمكنون خاصة من جيل الشباب، وهنالك أدباء متمكنون متمرسون قادرون على كتابة القصة والرواية والقصة القصيرة، وهم يظهرون من حين لآخر ببعض الأعمال الناجعة. كما طلع على الثقافة الفرنسية والثقافة العربية الحديثة، هل شكل الأدباء خصوصا تغيير جوهري في الوعي السياسي والديمقراطي والنهضة الفكرية عموما؟ هذا وإن كان لا يكر هو حقيقة، لا شك أن الكتابة ولا شك أن الصحافة أيضا شاركت مشاركة كبيرة في تطوير الوعي في هذه البلاد، ذلك بأن الستينات تختلف تماما عن عقدنا الذي نعيش اليوم، حيث أصبح الوعي شبه شامل حتى في البوادي حتى في الأمصار البعيدة، لأن الصحافة استطاعت أن توصل كلمتها، أن توصل الخبر، أن توصل التحليل. كذلك الأدب شعرا ونثرا استطاع أن يقدم لهذا المواطن في أبعد مناطق البلد جملة من المعارف وجملة من الإضاءات عن ما يدور في بلده، وبالتالي ساهم في خلق الوعي الموريتاني. هناك دعم مادي يقدم للصحافة الموريتانية، كيف يمكن في رأيكم أن يحسن من مضمونها ومستواها الثقافي، خاصة في اتجاه اكتتاب أقلام مستنيرة لها أعمدة ومقالات مقروءة بدل الاهتمام بالأخبار والشائعات؟ لا شك أننا في عصر المادة، ولكنني أحبذ أن يكون مع هذا الدعم المادي الذي يجب أن يكون ذا أهمية قادر على أن يلبي الطموحات وعلى أن يلبي ما ذكرت من اكتتاب أقلام قادرة على أن تنير للرأي وتنوير فيه، أن يكون ثمة أيضا دعم معنوي يتشلى في معارض، يتشلى في أماسي أدبية، يتشلى في مظاهر ثقافية تنعش الحياة الفكرية والأدبية والإعلامية، عندها سيكون للإعلام كلمته في تحصيل ما يريد والقفز بذاته إلى الأمام، لأنه سيصبح يومها سلطة رابعة حقيقية. والأدب كما قلت لك هو مرافق لهذه الحركة الأدبية، لا يمكن فصله عنها، لأن الأدباء هم الصحفيون والصحفيون هم أدباء إن أرادوا. هل من كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟ نعم، عندي كلمة أخيرة، وهي أن هذا الشباب الذي يعمل في إعلام أنا أجد أنه يبذل جهدا كبيرا وأنه يتحسن بشكل مضطرد. أريد لوسائل الإعلام التي يعمل فيها سواء كانت خصوصية أو عمومية أن تؤطر هذا الشباب، أن تدفعه إلى الأمام حتى يظل يتقدم في هذين الحقلين الأدبي والإعلامي، ويظل هما المعرف الذي يأخذان منه للمشاركة في تنمية البلد وتطويرها والدفع بها إلى مصاف الأمم. شكرا جزيلا لكم الأديب والكاتب الكبير الصحفي الولي والسيدي هيبة، شكرا جزيلا. وبهذه المقابلة مع الأديب والكاتب الصحفي الولي والسيدي هيبة تنتهي هذه النشرة الثقافية. نعود للتذكير بالعناوين. موسيقى الراب الهيب هوب، أصوات شبابية تصلح ضد الانحراف وداء المخدرات.
اللغات الوطنية رسائل تواصل اجتماعي مشترك لترسيخ المحبة والإخاء باختلاف ألسنتكم وألوانكم. الأدب والصحافة في موريتانيا، كيف يكسب الأدباء في بلاط صاحبة الجلالة؟ شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.